بعد ما اطمننا على حالة المرور هنطمن دلوقتي مع بعض على حالة الطقس ودرجات الحرارة. النهاردة هتكون مرتفعة في كل الأنحاء، الجو هيكون شديد الحرارة في الوجه البحري والقاهرة والصعيد. يمكن امبارح كنا مع حضراتكم على الهواء كنا بنقول إن هيئة الأرصاد الجوية كانت بتتكلم عن إن امبارح هو ذروة الموجة الحارة، لكن الجديد بقى النهاردة إن خبراء الأرصاد الجوية بيقولوا إن درجات الحرارة كمان هترتفع عن امبارح درجتين، وإن النهاردة هو ذروة الموجة الحارة. إن شاء الله الجو هيبدأ يتحسن خلال فترات الليل. خلونا نشوف مع حضراتكم درجات الحرارة النهارده.